صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تم الطلاق فلمن تكون حضانة الأطفال؟ وهل الأبناء البالغين يخيرون للبقاء مع أحدهم؟ الحضانة مع من يصون الطفل ويحفظه من الوالدين، يكون عند من يحفظ الطفل في حضانته عنده، يعني يحفظه ويصونه ويؤدبه ويعلمه. نعم، ولكن قالوا الحضانة إذا كانت الأم صالحة تكون وتعمل لمصلحة الطفل تكون الحضانة لها إلى أن تتزوج، إذا تزوجت تنتهي حضانتها بزواجها. قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم.